Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Tiens, je contacte. La dernière fois, la vidéo, l'autre, quand je me barrais, je ne filmais rien. Quand je me sens bien, je rase bla hier. Ou d'abord, tu ne crées pas les hubs, hein. Non, c'est pas chez Indi. Mais bon, je dois filmer. Comme je vais respecter la décision d'Irtige, une vidéo par semaine. Donc voilà, qui me suis le titre d'un droit à le concept que je me dis le mois d'octobre ou le mois de septembre, je pense. Que je dis qu'on a eu des expériences des abonnés d'Yaoli, les gens qui ont le France. La dernière vidéo de Dick Bent, qui a été barrée dans Sahara, etc. Quand on a eu l'oublié de commenter, ou qu'elle a eu le cas de Yaoli pour ça. Voilà, ou qu'elle a eu le mouchkeur, j'ai le Maghreb, du coup, on a eu le France. Ou tu vois, quand tu vois, je vais te commenter, liker sur le commentaire, tu as l'air dans le foc, ou du coup, tu as un contact. Quand tu l'aimes avec d'aller une vidéo, tu as un contact, tu as le cas de Yaoli. Mais moi, j'ai eu le cas de Yaoli, parce qu'on sait de quoi. Ce qui est bizarre, c'est que les حوايج اللي وقعوا لهاد الوليد هذا هما الحوايج اللي كنقول لكم عندكم ما ديروهمش. كنقول لكم فوالا خاصكم تقادو هذه راسكم، ديروا هذه راسكم. نتوما ما كانش كيعجبكم الحال، مي في الاخر تصابينا هاد الشيء واخا صغير ما عندوش واحد لامبورطونس كبيره، مي تيكون عنده امباكت كبير ملي كتجي هنايا لفرنسا. غادي نهضروا على هادشي كامل. الوغ غادي نبدا لكم القصه ديالو، وابخي نديرو بحال ان بتي ريزومي لا لوسون باش خرجنا في هاد ليستوار دي كامله. تيقول لي ملي كنت في الباك كانت عندي فكره نجي لفرنسا. كان عندي واحد صاحبي تيقرا في سيونس بو في باريس، كان هو اللي قنعني تيقول لي غير اجي ودفع ما تعرفش تكون اوبورتونيتي تخوي المغرب وتجي وتبني مستقبلك هنايا. الفكره الاولى اللي كانت عندي ماشي هي نجي نقرا، مي نخوي المغرب. ما باغيش نبقى فيه، ماشي ما في حاليش او ما عنديش العائله ديالي الحمد لله ميسره، ولكن بغيت نخوي المغرب. بارفوا انا مار دو ريستي ايسي. صافي دفعت لكومبيس فرانس. الخطا اللي الاول اللي درت هو ما شفتش لي بروكي ديال لي زونيفرسيتي. درت في لو شوا اي نونت سيرجي اي تروزيام شوا اورليون. هذا راه كان في الباك كان تيقرا باك ايكونومي. كان عندي بي دو في تي سي اف. تي سي اف كان هو السبب باش ما تقبلتش في منهم بثلاثه. صافي طلع لي الدم، ما بقيتش كنقول كون غير عطيت الوقت وقريت داكشي وقريت شنو كيطلبوا ما نزربش ايتترا. كنت كنشوف فيديوهات ديال كامير تما، فين فهمت كيفاش نتبع لا بروسيدور مزيان ونقلب لي فورماسيون اللي كاينين. تقبلت في لو سي جي في كازا بروميير اني وما حملتش راسي. طلع لي الدم، لا كاليتي د لونسينيومون طايحه بزاف. مي واخا هكاك بغيت ديت الاسئله الحمد لله عمري طحت في شي غطخاباج. وين المشكل كاين في لي بروف؟ كيمرضوك، ما كيعطيوكش لو ماكسيموم، ديما كيعطيوك لا فورماسيون ناقصه، خاصك دير بلوس ديفور باش تكون يلا تكون اجور معاهم. المهم طلع لي الدم، قلت هذا العام غادي ندفع لفرنسا، غنمشي وغيكون عندي بلوس دو شوا باش ندخل في دوزيام اني. الوغ هو سالا سالا بروميير اني، ماشي سالا في تو لون ديال لا بروميير اني، بدا كيدفع لا دوزيام اني. عاود دفعت ليا او، مي ما جابش الله. دايما كنت كنحلم ندخلها مي ما كتبش ليا او. بحال تقول لو سي جي ديال فرنسا، تاني هي لانستيتو ادمنستراتيف دي زونتربريز ولا انستيتو ادمنستراسيون دي زونتربريز، ما بقيتش عاقل فيها. المهم انا قريت فيها، عمرت ثلاث لي زي او واربعه لي زونيفرسيتي. جاتني اول اكسبتاسيون من اونيفرسيتي ديال ايفري. المهم فرحت شويه وكذا، وهي اخر ريبونس جاتني وكل شيء جاني رفو. مشيت كنسول الدراري اللي كيقراو فيها، تنقلب عليهم ايتترا في لي جروب فيسبوك فوالا. سولت عليهم، واحد البنت فيهم قالت لي راه لا فورماسيون ناقصه ناقصه بزاف. هي ما عجبتهاش النيفو فريمون، عيان داكشي طايح بزاف، لي بروف ما ماشي في المستوى فوالا. هي ديجا كتقرا في لا ميم فورماسيون اللي كان غيدفع لها هو اللي غيقرا فيها. المهم كيما قال لكم، هو كان الهدف ديالو ماشي يخوي المغرب، ماشي يجي يقرا، مي يخوي المغرب. الوغ il était dans l'obligation accepter واخا داكشي عارفو ماشي هو هذاك. ما قلب على البروغرام ديالو لا والو، يعني جا وتلاح عليها. جات لي الفيزا معطله، وكانوا ساطعين لي لونيفرسيتي نكون حاضر لو 1 سبتمبر. صيفطت امايل لونيفرسيتي قلت لهم راه غنجي معطل حتى لو 28 سبتمبر. قالوا لي ماشي مشكل، خرجت لي الفيزا نهار الجمعه وانا الحد لقيت راسي في فرنسا. مي كنت ديجا درت غي انسكريبسيون في لو ان سي جي. الوغ بحال لي الولد كان ما عرفتش، المهم بحال لي ربي علمو او ميم طون ضمن راسو في لو ان سي جي وطلع لفرنسا. هذا لو با لي دار زوين بزاف، انتم غتفهموا من بعد علاش. لاندي صبحت كنقرا ما لقيتش الكرا، كنت جالس عند خالي في سيرجي وبعيد عليا اليونيفرسيتي. كندير ساعتين ديال الطران، واش تعرفوا بحال تقول سيرجي هنايا وابغي هنايا، وهنايا كاينه باري، يعني فريمون فريمون بعيده بزاف. هذا هو المشكل ديال باري الدراري والبنات، الا لقيتو تيفيتيو باري في العام الاول ديالكم من الاحسن من الاحسن، لان فريمون سي تري تري ديفيسيل باش تلقى الكرا هنايا، وغالي اون بلوس. كندير ساعتين ديال التران، ايماجيني ساعتين ديال التران، ساعتين الي وساعتين روتور. المهم نهار الاول كنت فرحان فرنسا سيتي غابت القرايه. الثاني الثالث ما بديتش كنعيا بالتراجي. كنت لقيت واحد الدار عند واحد المراه، ولكن كان واحد المغربي كاري عندها وسرقها، داكشي باش خافت وما قبلتنيش. هذا هو البروبليم، سي كو حنا تنبقاو نخسروا بعضياتنا، تنبقاو نخسروا الصوره ديال بعضياتنا، و
تنخرجوا على خوط يعني غادي يجيو من قبل، هذا هو المشكل. سي بوغ سا تنقول لكم ديما عطاو اون بون ايماج على داك الاستوديو ماروكي اللي غادي يجي لهنايا، تصرفوا مزيان، تعاملوا مزيان، سينو كان راك كتخرجوا على خوتكم اللي غادي يجيو من بعد، كو سوا بنات ولا دراري. كنت اوبليجي نبقى ندير لا نافيت، وهذا كان السبب الاول باش خلاني نرجع. السبب الثاني هو انه ملي دخلت نقرا لقيت راسي النيفو فريمون ناقص ناقص بزاف على ديالهم، الوغ تصدمت من النيفو اللي طالع عندهم. حتى داكشي اللي قريت في اون سي جي ما عاونيش باش نسير معاهم. ايماجين في دو سيونس سالينا الشابيتر ديال المات وانا مازال ما قاشع فيه والو. مشيت عند البروف قلت له فوالا كون كون شوي اغيفي ان بو روتار، عندي جديد اتسيتيرا، واقع لي دي بروبليم وهادشي جاني صعيب. وجاوبني قال لي جي بو ريان، فوك تو فاس ان ايفور. صافي نجمعت راسي كنحاول نقرا اكثر باش نكون اجور ونقرب النيفو ديالهم. وريني مع التراجي تيهلكني، كنخرج مع 5 الصباح من الدار، كنوصل عيان لونيفرسيتي، كنفكر غير في الرجعه، فوقاش غادي نرجع باش نرتاح. المهم سيتي كاتاستروفيك. عاود تهضرت مع البروف قال لي شوف عندك دو شوا، يا اما تعاود من الاول او لا تابوندوني. الوغ لا عاودتي من الاول من الان غادي تشد لا باز معاهم، او لا سينو ما بغيتيش تعاود تو دو ابوندوني، يعني يمكن لكش تسير. بديت كنفكر داك لوبسيون الثانيه ديال لا ابوندونيت، غادي نرجع للون سجل مازال داير الانسكريبسيون ديالي فيها، ولا رجعت لها نتاكد بانني غادي ننجح. المهم بديت كنفكر، مبغيتش ناخد القرار بالزربه، بغيت نفكر شنو غادي ندير. مشيت درت لا دوموند لونيفرسيتي ديال سيرجي اللي ساكن فيها خالو اللي جالس عنده. شرحت لهم المشكل ديالي، قلت لهم كنسكن بعيد ايتو، قالوا لي سير طلع عند لا ريسبونسابل ديال ليسونس وهضر معاها. ملي هضرت معاها عاودت لها المشكل، قالت لي ناط درت تغوت، قالت لي علاش مشيتي لايفري، واش انت حمق، راه تما ما كاينش لا قرايه لا والو، نيفو فريمون طايح سورتو في الدومين ديال ليكونومي. المهم فسرت لها كو راه ما كانش عندي لو شوا، طلبات لي الدوسي ديالي لي غولفي طون اكسيتيرا، وقالت لي غادي نشوفو من بعد. الوغ ملي مشات لو دوسي ديالو ما قبلاتوش، كانوا عندو لي نوت مويان باسابل، وتقبلت. وقال لي حاجه اخرى تفكرتها في ديك الوقيته، هي ما سمعتش ديك البنت اللي كانت قالت لي هي قرايه راه عيانه هنايا، ولكن داكشي هو اللي لقيت بصح. ما قبلوش لو دوسي باش ندخل، يعني شهر ال 2. الوغ قلت لها واش كاينه بوسيبيليتي نعاود من الاول، نعاود من الان ماشي مشكل، درت دوموند باش ندخل بروميير اني. مي قالوا لي ما بقاوش البلايص، راه ديجا لي فرونسي وما لقاوش بلايص. كان العامين فاش وقع داك البروبليم ديال باركور سوب، لي فرونسي براسهم هما ما تيلقاوش بلايص في اليونيفرسيتي، لان فريمون كانوا بلايص عامرين. عيطت للوالد ديالي كنتشاور معاه، مي قال لي زيد صبر شويه ما تزربش، قدرت تندم الى رجعتي للمغرب. المهم بقيت كنقلب على الكرا عاوتاني والو ما لقيتش، دايما عيان كنفكر غير في الراجل اللي كنضرب، وكيدا عليه الوقت غير في الترونسبور. هنا فريمون سي با ايفيدون دير 2 اور دو تراج، فان 4 اور، يعني راه تقريبا راه اون ماتيني كتمشي لك. يعني الوقيته فين كان هو غادي نوض يراجع لي كور ديال بروميير اني ويولي اجور، يعني ما عندوش، يلاه تيرجع للدار يلاه خاصو يرتاح. صافي بقيت جالس عند خالي، بقيت اسيي حتى هو يطلع لي المورال، وقال لي عاد تكرفص في الاول، راه حنا كاملين نتنا بحال هكا، انا جبت الدبلوم وخدمت اوفريي في الاول باش ندبر على راسي اتسيتيرا. ويني واخا هكاك بديت صبرت يومين 3 ايام وما قدتش نكمل. عيطت للوالد ديالي قلت له شوف راه سي با بوسيبل، ما بقيتش قاد، خاصني نرجع. قلت له غنرجع للونسيجي، اللهم نرجع ولا نبقى هنايا كنضيع الوقت. صافي رجعت الحمد لله، وراني في لونسيجي دابا، وفاليديت في سيميستر 3 ديالي، راه في دوزيام اني. واخا رجعت معطل، الحاجه اللي استفدت هي ان المجي ديالي ما كنتش جاي عوال على القرايه، ولكن كنت باغي جاي بديك الفكره ديال غير باش تخوي المغرب. هادشي اللي خرج عليا، وفينالمون تصدمت بلا رياليتي، بذلت مجهود باش نقرا ولكن ما كتبش، يعني ما غاديش نتقلق، لان درت اللي عليا ولكن ربي ما كتبهاش ليا في هاد الوقيته هادي. كان غيبقى فيا حال اكثر كون ما خدمتش او لما درتش مجهود، ولكن درت اللي في جهدي وربي ما كتبهاش ليا. النصيحه اللي غادي ننصح اي واحد هي انه من الاول تكون عندكم اون فيزيون على شنو باغيين يديروا، على شنو باغيين ديروا، ولا شنو كيتسناكم. تعرف الهدف ديالك، علاش باغي تمشي لفرنسا، ماشي غير باغي تخرج والسلام. حيت انا ملي رجعت للمغرب صحابي بقاو عليا كون غير بقيتي بقى ديتي الاوراق وهادي ونعيني انا، ويني واش انت حمق، ويني هما عارفينش داكشي اللي عشت انا تما، ديك لا غاليغ اللي دوزتها تما، داكشي علاش ما يقدروش يفهموني، ما يقدروش يحكموا عليا. كنشكرك بزاف اخويا امير، حيت استفدت منك بزاف الحوايج، وكتبغي تعاون الدراري والبنات اللي باغي يجيو فرنسا، وكتبين لنا الواقع الزوين والخايب او ميم طون اللي كتعيشوه قبل ما تجيو لفرنسا. الوغ هنايا سالت ليستواغ ديالو، اون ريزومي كو لو مونسيو هاد الوليد هذا كان جاي يقرا بحالاتو في فرنسا من البروميير اني في لونسيجي لدوزيام اني هنايا في لونيفرسيتي. تصدم بالواقع سكو لقى البروبليم ديال السكنة اللي بعيدة ما لقاهاش، وين الحمد لله لقى عنده خالو، كاين الناس اللي كيجيو هنايا فريمون ما كاينش عنده حد من يجلس، الحمد لله بعدا هو لقى عنده خالو. البعد
بو سكي هذا هو الانكونفينيون ديال باريس. نقول لكم بعدو على باريس شويه، واخا فيها بزاف ديال ليزيفرسيتي و تي اكسبتيو لنا بزاف، مي كتلقى مشكل في السكنه. اي لا بغيتي تلقاها بالزربه خاصك تبعد فريمون، تبعد بزاف على باريس، وكتضرب التراجي بزاف. انا حاليا خدمتي راه كنضرب ساعه ونص باش نوصل للخدمه، ايماجيني تقريبا في لو ميم كا ديالو. مي جو مو دي فان جي با لو شو، جو سوي اوبليجي باش راه خصني نخدم، عندي ما ندير، جو سوي اوبليجي. ويمكن ليش انا نكري ايور، لان ما عنديش لو بيدجي باش نكري فوسط باغي ولا شي حاجه. الحاجه الثانيه سيكو هاد الحوايج هادو كاملين اللي وقع فيهم هاد الدري هذا، سيكو كنت هضرت لكم عليهم في لي فيديو الاولى ديال كومبيس فرانس ولا في اتيديونت اون فرانس. كنت نقول لكم علاش كيصلح لو بروجي بروفيسيونيل، علاش كيصلح لو بروجي بيرسونيل، لو بروجي ديتود، علاش كيصلح هادشي كامل. يعني ملي كتكون انت عارف شنو باغي دير، عارف شنو باغي تقرا، عارف فين باغي تقرا، عارف علاش جاي تقرا في فرنسا، عارف علاش باغي دير داك لا سبيسياليتي في القرايه ديالك، فين باغي تخدم، شنو باغي تولي من بعد، هادشي ما كطيحش فيه. يعني ما جاش بديك الفكره ديال واحد باغي غير يخرج من المغرب، لان شحال من واحد خرج من المغرب وصدقات له راه عايش مزيان، وتيبين لك دي سناب دي ستوري كوم كورا فوالا ايل في لا في اون روز ولا لا بيل في، راه هذاك الشيء تيبين لكم راه غير 20% ولا 30% من الحقيقه. مي راه ديغيغ تو راه كاين واحد بزاف د المشاكل، وحنا ما كنحاولش نخلعكم، او كونتخيغ باغي نشجعكم باش تجيو وتعيشوا هاد لافونتور كامله. مي ما كتعرفوش الحقيقه من مور داك الوجه اللي بنادم تيوريكم، ماشي هي ديك الحقيقه اللي تنعيشوها هنايا. فريمون اون غاليغ بوكو هنايا، مي سي بيان دو غاليري، اوني جون، راه هادي هي الوقيته فين في خصنا نتعذبوا وندمروا ونستريسي ونديروا هادشي كامل، باش في الاخر ملي نكبروا فوالا، باش منين نساليو هادشي كامل نلقاو راسنا بان بون بولو ان بون بروجي. يا با كو لو سالاريا، كاين بزاف د الحوايج هادشي غنهضروا عليه من بعد. المهم سميتو تو غالير في لو ديب، مي ابخي ان شاء الله كترتاح. وهذه الوقيته فين دوز هاد لي زافونتور هادو، يعني هادو هما اللي كي سي هاد لي زافونتور هادو هما اللي كي فورج اون فيت لا بيرسوناليتي ديالكم. هنا فين كتكتشفوا راسكم ديال بصح، يعني الا كنتي انت كيسحب راسك راك انت هو هذاك، بيان اون فيت راه تيكوني غيان دو توا، داك لا بيرسون الحقيقيه ديالك راه مازال مخبيها لداخل، وكتساين غير تخرج من لا زون دو كونفور باش هي عاد تبان وتوريك لا رياليتي ديالها، وعلاش قادرة تصبر اتسيتيرا. النصيحة اللي غنقول لكم سيكو، فكروا مزيان قبل ما تجيو، فكروا علاش باغيين تجيو، شنو باغيين ديروا هنايا، شنو باغيين ديروا من بعد من تسالي قرايتكم هنايا. باغادي نيكزيستو با سيغ تيغ، باش كنا عارفين، يعني سواء هنا ولا في المغرب، اللي جيتو لهنايا راه ما تقولوش وي فوالا تما راه غادي المستقبل مضمون، راه خاصكم تدمروا كتر عشرات المرات كتر من المغرب. لان علاش هنايا اون ريست دي زيترونجي، يعني هو ان فرونسي لا دار ان ايفور صغير باش يوصل، انت خاصك ديرو فوا 10 باش يلاه توصل في حالو، باش تكون عارفين هاد القضيه هادي. الوغ فكروا مزيان في لو بروجي بروفيسيونيل ديالكم، في لو بروجي ديتود ديالكم، ما تجيوش وغير تنقزو، فكروا مزيان في ديتود اللي باغيين ديرو، ما تدخلوش في شي دومين اللي نتوما ما عجبكمش باغيين تدخلوا له، حيت فو بارون صحكم ديرو ولا غير حيت صحابكم دايرينو ناجحين اتسيتيرا. فكروا مزيان في الميول ديالكم شنو باغيين ديرو. فكروا مزيان ملي تجيو تقلبوا على فورماسيون، قلبوا على لي بريغوكي ديالها، شنو كيطلبوا، اش من ديبلوم، اش من نيفو ديال لا لونغ، باش ماشي غير تضيعوا لو شو ديالكم غير هكاك. بزاف د الحوايج رقلتها لكم في لي فيديو اللي فاتوا تستافدوا منهم، مي ابارمون ما كتسمعوش. مي بون، انا جو فو كونساي، جو في اتر توجور لا بور فو كونساي. سمعوا الهضره، قلبوا على لانفورماسيون، راه كلشي موجود، ما تزربوش في الدفيع، ما تزربوش في شي حاجه، ساينو لو بون مومون. راه كل واحد عنده لو تايمين ديالو، عنده داك لو بون مومون اللي غادي يجي. يعني ما تزربش تقول هذاك راس تقاتلو تاع انا خصني نزرب ونوصل، كل واحد عنده الوقيته ديالو، ما تزربوش. الوغ جو بونس كو لا لوسون ديال اليوم تعلمناها على طريق ليستواغ ديال هاد الولد هذا. جو تو ريميرسي بوكو خويا لانك بارطاجيتي معنا ليستواغ ديالك، واخا هادشي ديجا تقال في الفيديو ديالي، مي اون اكسبيريونس حقيقيه عند اون بيرسون اللي جات هنايا وقع لها هذا المشكل. سي با فاسيل باش تجي لفرنسا الحلم ديالك وترجع، مي تو في لو بون شوا خويا. بيتخ من هنا 50 تاخد الماستر ديالك في لو ان سي جي. ديك الساعه انا جو كونساي تفكر في بلاد اخر، كندا، لي ايتاجوني، تو بي فير ان ماستر اخر تما، ام بي اي، يا بلان شوز افير. يعني نو بير با اسبوار، كونسونتخو توا في تي زيتود ماتنون، عندك واحد 4 ولا 3 مقاتلك القرايه هنايا في المغرب، ابخي ان شاء الله غادي يكون الخير. نتوما الناس اللي كيشوفوني دابا وباغيين يجيو ان شاء الله العام الجاي، فكروا مزيان في الهضره اللي قلت لكم. كنحاول نبين لكم الزوين والخايب هنايا، كنحاول نبين لكم شنو غادي تلقاو في فرنسا ملي غادي تجيو، الواقع الحقيقي اللي غتلقاوه هنايا، تنبين لكم عن طريق الفيديو ديالي. ما تنساوش لا فيديو الى عجبتكم نيزيتي با دو لايكي دو بارطاجي مع اصحابكم باش هما يستافدوا من هاد الاكسبيريونس هادي.
de commenter là, comme des questions là, des suggestions dès les vidéos. Je reste toujours ouvert à vos suggestions. Là, comme des questions. Quand j'ai comme quand même les commentaires sur YouTube. Maintenant, je te peux aller Instagram. Je partage ma vie personnelle sur moi, mes expériences professionnelles et personnelles. Du coup, voilà. On recouvre la vidéo prochaine, Inch'Allah. Ciao. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say,